خلال عطلة نهاية السنة وتزامناً مع العطلة الشتوية، استغلت بعض العائلات الجزائرية هذه الفرصة للسفر إلى الخارج، حيث كانت تركيا وتونس أكثر الوجهات طلباً حسب أصحاب الوكالات السياحية. فيما يخص عطلة الشتاء هذه، احنا نعتبروها سي لا اوت سيزون، يعني الموسم الطالع، يعني يكون طلبات كبيرة فيه في كل الاتجاهات، يعني الخارج، يعني حتى تونس تركيا، نتكلم على الجزائر هنا الداخل، يعني الداخل تكثر طلبات كثيرة، يعني على الصحراء، يعني الجنوب بصفة عامة. نعم، هذه بمناسبة العطلة تاع الأولاد، يعني العطلة الشتوية هذه تاع. فيما يوجد من قرر قضاء عطلة نهاية السنة داخل الوطن والاستمتاع بجمال الصحراء. بمناسبة نهاية السنة إن شاء الله حبيت ندير فواياج مع العائلة الصغيرة تاعي إن شاء الله. خيرت هنا الناسيونال، حوست كاين بوكو بسكرا، كاين صحراء تاغيت. انا جو بريفير، عجبتني صحراء تاغيت، لا ديزير كدا بيان، ما شاء الله تعجبني بيان. اون طونك كو الولاد راهم فاكونس وتسمى نقدر لا بيريود هادي نقدر نكونو الاز ان شاء الله، نروح نجوز لي فاكونس بيان، نبروفيتي ان شاء الله الماكسيموم، وان شاء الله يكون عام جديد تاع خير وبركه. عطلة نهاية السنة هي فرصة لبعض المواطنين للتخلص من ضغوطات العمل والدراسة والتحفيز لبداية عام جديد.